دكتور جمال فياض يلي راجع من السعودية وبيجابته أكيد أخبار حلوة كتير خاصة عن الست ماجدة الرومي، بدنا ناخذ منه كل المعلومات. مرحبا. مرحبا تمام. أهلا وسهلا. هاي هاي كارين، كيفك؟ صرنا زمان أنا وياكي ما التقينا على الشاشة. صحيح. شو كيف كان اللقاء؟ كيف كانت الرحلة؟ خبرنا هيك صورة. شو أجمل شيء أنك تروحي تحضري حفلة ماجدة الرومي بس بتغني بالفصحى قصائد. يعني حفلة سميتها أنا حفلة النخبة، حفلة الإليت تبع يعني تروحي تسمعي قصائد كلمات. لا سلونا، هيدي اللي أول مرة بسمعها على الحفلة على مسرح. كلمات يا بيروت يا ست الدنيا، كل شيء كل شيء منتهى الروعة. أول شيء الفكرة كانت حلوة، فكرة وزير الثقافة السعودي أنه يعمل مهرجان اسمه الغناء بالفصحى، أنه المطربين اللي بدون يجوا يغنوا هالمرة بيغنوا قصائد. طبعا كان في حفلة للطفي بوشناق، حفلة لمحمد عبده، حفلة ماجدة الرومي، وفي كمان كاظم الساهر وأصالة، يعني مجموعة الناس اللي عندهم رصيد رقية من القصائد اللي بتستحق أنها تتقدم. هلا الرحلة أنا كان حظي حلو إنه سافرت مع الست ماجدة، وهي مش أول مرة بسافر معها، للمرة الثالثة على السعودية، رايح مرتين على العلا معها. محظوظ إنها بتحب إني أكون معها. وحكينا كمان عن اللقاءات السابقة طبعا ببرنامجنا، أكيد رحلة العلا. مزبوط. منطقة العلا منطقة سبحان الله كيف مخلوقة، وكمان هلا بالرياض طبعا، الرياض الحلوة المدينة الجميلة اللي فيها كل الناس اللي محبين، واللي زملاء وأصدقاء كتير فيها من الصحفيين الإعلاميين، زملاء يعني مهني من زمان، فكانت مناسبة حلوة. أنا آخر مرة رحت على الرياض من شي 7-8 سنين بالمهرجان الجنادرية كانت، وما عدت رحت ما ساقبت يعني. شفت الفرق يعني ازدهار وهيك الناس مع ماجدة؟ الناس كانوا أول شي في ناس إجوا من الإمارات، ناس من الكويت، يعني في ناس إجوا من برات السعودية ليحضروا هاي الحفلة. كان في مثل ما بيقولوا المحبين النخبة اللي جايين، بتحسيهم جايين لعند ماجدة الرومي كشخص مش بس كفنانة، لأنه في شغلة بمعجبين ماجدة أنه بيحبوها كإنسانة بقدر حبهم إلها كفنان. أنه في ناس بيحبوا الفنان أغاني جو اللي بيعملوا هيك، لا بتحسيهم مشغول بالهم عليها، أكلت شربت لبست، بفوتوا على الكواليس بيسألوها اللي جايب لها معه هدية تمر، واللي جايب لها شوكولا، واللي جايب لها هيك. شو اللي بيميز ماجدة الإنسان دكتور جمال؟ أنا من الأول كان بدي أسألك هيدا السؤال قبل ما أحكي عن فنة. شوفي اللي ما بيعرف ماجدة الرومي الإنساني ما بيعرف شيء. إذا بقول لك أشياء خاصة عن حياتها الخاصة لماجدة الرومي ما بتصدق، بتقولي هيدا مش معقول بني آدم عايش على الكرة الأرضية، هيدا ملاك نزل من السماء. ماجدة الرومي كل الوقت عم تصلي بصلاة ما بعرف شو هي، بس بتصلي لربها إنه علاقتها دغري مباشرة مع ربنا. مثلا بتشوف فقير على التلفزيون بتقعد بتصلي له إنه يا رب فرج له كرب، بتقولي هيدا المعطر. لما صار حادث إذا بتتذكري الله يرحمه جورج راسي، ضوت له الطريق، وكان ضيف قبلنا هون قبل ما توفى أسبوعين. مش بس ضوت له الطريق، ضوت مداخل المنطقة كلها، هني بس قالوا على المكان لا هي ضوت مداخل مجد العنجر أول شيء. تاني شيء حقلك سر يمكن هي بعد ما قالته لحدا ويمكن ما لازم أقوله، بس أنا ما بقدر ما أقوله. تلفنت لي مرة تقول لي جمال بدي أعمل شيء للناس، تلا مثل قلت لي شيء هيك اخده من الناس فيه، قلت لها مثل شو؟ قال اي شيء هيك بيستفيدوا منه الناس بشكل دائم. يعني قلت لها لك في السفاره اليابانيه مولت مشروع بطرابلس، مصنع صغير للفوط الصحيه، بيشتغلوا فيه شويه نسوان يعني بخياطه وهيك بس يدوي، وبيعقموهن وبيبيعوهن بسعر شعبيه، بس انه بيطلع لهم مصاري مصروف. قلت ايه هيدا هو، بدي هيك مشروع، اعمل هيك مشروع انا بموله مني، ما بدي من حدا. قلت لها بس في حدا عرض مرة عليك مبلغ كبير إنه إذا بتعملي جمعية خيرية وهو مستعد؟ قالت لي لا 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 ما بدي، أنا من حفلاتي من مالي بدي مول هيك شيء، وإذا مشي الحال وقلع بنصير نعمله بكذا منطقة، كل حفلة بعمل منها معمل. وقعدنا هلا عم نشتغل على المشروع وعم بلش نحضره. يعني شغلة بالها مثلا ماجدة الرومي فيها شغلة، بتكون قاعدة على البلكون مثلا بتشوف بالطريق حدا شكله متسول، مرة محتاج، شكله فقير هيك، قالوا خليل في على الشارع على الرصيف هون في حدا هيك ست لابسي كذا كذا، زيل شوف شو بدها، إذا بدها شيء
بتنزل بتبلش بدها تساعدها وتقدم لها يا عمي طب انه شو مسؤول طب ما جمال في كثير هيدي الانسانيه الزايده عملت لها صارت مثل كأنه مهمتها بالحياة تقدر تساعد حدا. هيدا شيء واضح على وجهها على كل حال. بتشوف بس بتعرف كان هذا اللي بدي أقول لك في ناس ما بتصدق عارف؟ إيه ما بتصدق. لا أنا في ما ناس بتصدق إيه لو ما شفت بعيني. في ناس بيعتبروه إنه هيدا تزلف. لا لا لا. لا نحن الإنسانيين. حلفتني ما أقول قدام حدا وهلا أنا عم بحكي بس ما حقول لك التفاصيل. بس صرنا سامعين من عدة أشخاص عدة ستوريز يعني. ماجدة الفنانة بعدها أنا بعتقد لبل أكيد أكاد أجزم بأن الفنانة الوحيدة بالعالم العربي اللي بتعمل بروفات بهذا العدد وهذه الدقة لكل حفلة بتعملها. حفلة بروفا أول بروف تاني بروف وتالت بروفا هول ببيروت، رابع بروفا أول ما توصل، خامس بروفا على تيست الصوت قبل بيوم الحفلة، وبروفا قبل الحفلة بساعتين. مرة قلنا لها طب أنت عم تستهلكي صوتي على الساعة 6 لتغني الساعة 8، يعني عم تعملي حفلتين صرتي. ما في، بس قبل الحفلة بتعمل هيك جلسة هدوء مع نفسها وبتخلص من جلسة الهدوء وبتظهر على الحفلة عم تزقطت فراشي طايرة. كل القلق بتلاقيه طار وبتحسي في بنت صغيرة عمرها 16 سنة عم تنط بكواليس المسرح ناطرة بدها تفوت على المسرح. بنت صغيرة عمرها 16 سنة مش حلو. مش ست كبيرة ووقور، كل الوقار بيروح هيك، الهضامة وخفة الدم والهيصة والمزح والتنكيت، وبتطلع على المسرح بتشوفي انت هذه السيدة الأنيقة الشيك الكلاس. نحن فينا نشوف هيدا الشيء. وقفة رح قلك على المقابلة اللي عملتها. أول شيء المقابلة أنا الوحيد اللي أخذت منها هالكم دقيقة مثل العادة، ما خلت حدا انه ما تضيعوا لي مزاجي. قلت لها مش انا دخيلك مش انا، بس انت بتقدر تاخذ منها. المره الماضيه ما قبلت اخذتها على الطياره. ايه مزبوط. بس هالمره قلت لها انت بكره بتسافر لحالك وانا لحال مش على نفس الطياره. فما حقدر اقلعك بالطياره، بدي اخذهم. قلت لي طبعا السريع، اخذت منها الحوار وراحت عم تنطنط لوصلت على المسرح غنت مغنى. هلا بتشوف. يلا طب قدم لنا دكتور جمال اللي عملته. شو بدي اقول لك، اللقاء الحصري والوحيد لبرنامج شرف شرفتونا مع السيدة ماجدة الرومي بلحظة التجلي الحلوة اللي كانت فيها قبل صعودها إلى المسرح بثلاث دقائق أو أربع دقائق مش أكتر. Yeah. عن الغناء القصيدة بين الفنانين اللبنانيين، أنت تمثلي لبنان بالعربية الفصحى والقصيدة المغناة. أكيد في كتير ناس هالمرة صار هيدا الاختيار، يمكن المرة الجاية يختار ناس تاني. هل أنت ما زلت مصرة على غناء القصائد رغم إنه زمن الجيل اليوم بيقول لا العامية أسهل وأهم؟ هي هويتنا لازم، نحن عنا واجب تجاهها. مسا أرض الطيبة، مسا شعب الحبيب وقيادتها الشريفة، مسا هالبلد الأصيل يلي لما خصوا ربنا بعطايا عظيمة فتح أبوابه للدنيا ليشرب كل عطشان من نبع هالأرض المبارك. نحن اللبنانيين نعرف قيمة هالبلد الحبيب، ونحن منكن له التقدير اللي بيستحقه والاحترام اللي بيستحقه، وبالوفا منخبي السعودية بالقلب مثل شرايين القلب. هيدا اللي بليق فيها أكيد، بس هيدا اللي فينا نحن كمان. استحضرتي الأغاني القديمة القصائد القديمة لإعطائها فرصة أم لأنه شروط المهرجان أن نغني القصيدة؟
أعطاها فرصة أكيد. نعم. وشروط المهرجان هيك أكيد. نقيت من الفصحى اللي أنا بتصور والأقرب لقلب الشبيبة والناس هلأ، لأنه في قصايد ما ضقتهم. وكان بالأمالي فصلهم من اللقالي أبنيه من خيالي ومن خيالي الجان من عمر وطيبي أبنيه يا حبيبي من عمر وطيبي أبنيه يا حبيبي من مرمر عجيبي من شطر المرجان مجامر من ندري مساكب من وردي مجامر من ندري مساكب من وردي ويا سؤالي الأخير، لمن تهدي هذه الحفلة من الناس اللي بذكرتي واشتغلتي أو اشتغلتي معهم غانية القصائد؟ لكل عربي أصل. اسمعني حين يرى يعني الواضح انه حفله رائعه والجمهور كان متفاعل. الشباب، انا حبيت انه اللي موجودين عشرينات و25 وطعشات تين، يعني انه عم يجوا يحضروا مجد الرومي، يعني معناها في جيل جاي على لغه الفصحى على القصيده، كلهم كلمات كل شوي كلمات كلمات، لانه يعني كلمات كلمه ثقيله، يعني نحن جيلنا بيسمع تاري الشباب بعده عارف، والله يرحمه حسان المنذر، يعني بعتقد انا من اجمل واغنى ما لحن بحياته مع انه تاريخه كثير كبير، بس هيدي الاغنيه بتعتبر من العيون الاغاني والقصائد اللي تغنت ب هيدي الاغنيه لهلا بس نسمعها، يعني رائعة. من بدايتها للنهايه اكيد ما فينا أكيد نوقف وكانه هلا في هلا شيء. ايه بدي اسالك عن جديد ماجده، يعني الا ما يكون عندك اخبار عن جديده. ماجده عندها قصيده، عندها قصايد ماخذتهم بتنازل من الشعر الراحل نزار قباني. من قديه؟ من قبل ما يتوفى بشي 10 سنين، يعني بتعتبري مشي 20 سنة. واو. وكلها تنازلات موجودة معاها القصائد. سحبت منهم قصيدة إذا منقراها منقول هيدي كتبها نزار قباني سنة الماضي، انفجار المرفأ. تقري الكلام بتقولي نزار قباني كان قاعد ببيروت، صار الانفجار، قام أخذ ورقة وكتب: عندما ترجع بيروت إلينا بالسلامة، عندما ترجع إلينا كما ترجع إلى بيتها اليمامة، مش عم أقول بدقة الكلام، سوف نرمي في البحر أوراق السفر ونستأجر كرسيين في بيت القمر وإلى آخره. بيرجع بعدين بيحكي لك أنه سنزرع في البحر، ينبت في البحر قمحا وسيأتي من البحر الحساب. شو هالصورة؟ بتقولي انت الصورة هي ذاتها. مين لحنا فينا اللي نقول؟ اللي لحنا يحيى الحسن. يحيى الحسن خرج من عباءة الملحنين الآخرين يلي تعودوا على صوت ماجدة وعلى
الغناء السوبران والأوبرالي وال 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 فات بمرحلة الإحساس. هلأ الأغنية ما رح تنزل إلا ما تتصور مفروض، وهيدي بأي وقت بتنزل، لأنه يعني عندما ترجع بيروت إلينا بالسلامة نحن ناطرين ترجع بيروت بالسلامة، وإن شاء الله بلشت ترجع إذا الله رب. بقى هيدي رح تعتبر أنا برأيي قنبلة الموسم، يعني هيدي من أجمل ما سنسمعه بهالفترة، وأنا سمعتها وسمعها كتير حافظها، بس ما بدي أفضح الكلام كله ولا اللحن، بس إنه من أجمل ما رح نسمع هذا الشيء، خصوصا الكليب وفكرته. جمال، إذا بدنا نحكي شوي عن المهرجانات اللي عم بيصيروا بالسعودية. نعم. يعني عم بيصير مهرجانات كتير وحفلات كتير، وهلأ الكل عم يحكي عن حفلات رأس السنة بالسعودية. نعم. يعني نعم. هيدا شيء مش كتير متعودين عليه. خلص هلأ يعني تعودنا. خلص تعودنا بالسعودية. مثل أي بلد عربي بيصير في حفلات والناس عايشة حياتها طبعاً بدون قيود. كانت في فترة في شوية قيود هيك معينة على بعض الأمور، خلص رجعت بس الأمور سلكي. بس قديش زكى بالتعاطي مع هيدا المجال ومع هيدا القطاع اللي هو القطاع الفني على الصعيد بالسعودية؟ يعني بتحس انه اخدينا كتير أسيريو وعم يشتغلوا فيها كتير بروفيسيونال. الحلو اللي فيها انه عم تجيب الفنانين اللي بيستحقوا. اه اه مش عشوائي الموضوع، عم يجيب بعض الأحيان شيء ترفيهي، وبالنهاية الفن، يعني أنا بقول الغناء للجميع، انه بالنهاية الفن ترفيه، مش كله ثقافي ونقعد نحمل القلم والمسطرة. فينا نسمع غنية لأحمد عدوية فيها طق حنك وستهم بس بست له بسبوسة وحلوة كتير ونسهر وننبسط، لأنه بالنهاية الفن ترف وسعادة وفرح، مش بس قلم ومسطرة وقله وقته كمان. يعني هيدا لكل مقام مقام. هلأ اليوم هيدا الفكرة مهرجان بالغناء بالفصحى بخليك تخلي هول الشباب يرجعوا يضطروا، انه انا بحب مجد الرومي وانا بحب كاظم الساهر بحب اصاله، فبدي اسمع منه شو بالفصحى. يعني انا عم برجع ارسخ له الكلمه الفصيحه بهيدا اللي عم نقوله الطريقه الذكيه جمال. ايه فهيدا الشيء بخلي الانسان كمان يفكر انه هيدا نوع من الاسلوب بين مزدوج احتيالي على الشباب لنرجع نسمعهم لغتنا العربيه الحلوه. وبعتقد كاظم الساهر ساهم كثير بهالشيء، مثل ما بفتره من الفترات بالثمانينات والتسعينات ساهم جورج وسوف وراغب علامي باعاده غناء اغاني ام كلثوم حفظوها للشباب. مظبوط. هي هيك توصل كيف تحفظي التراث، انك تسلميه من ناس قابلين. فانت بتيجي بتعطي هيدا الجيل هالفن بياخده. يعني لما بتسمعي مجد الرومي عم تغني سلونا، فقولوا لها لاخت المها بان ما كان زال سلونا، على اللي كتبوا لها الاخوين الرحباني ولحنا حليم الرومي. عم تسمعي كلام انه وهذا المساء سيقبل صحبي ونسهر حتى الصباح، وهذا المساء سيطرب قلبي خليا وما من جراح. عم يحكي انه خلص نسيتك. هيدا اليوم اي شاب بيقول لبنت بطل تحبه او بطل يحبها انه انا خلص اتسليت عنك ونسيتك وبلشت اعيش حياتي. قريب للجيل بس انه بالفصيح، وهيدا تراث يعتبر انه اغنيه من 50-60 سنه انعملت عم نرجع نسمعها اليوم بصوت مجد الرومي بتوزيع جديد. وعلى فكره بدي نوه بلبنان بعلبكي قائد الاوركسترا طبعا، لانه لو ما انا شفت البروفات هاي مره كل مره بقول له اياها مش معقول فظيع، لو ما انا متاكد انه البروفات انعملت كنت بقول هيدا بلاي باك او مانس وان، لانه مش معقول الموسيقى اللي عم نسمعها على المسرح بتحسي انه انت باستوديو، مش ممكن تصدق. حتى وقت كان ببعلبك دكتور جمال طبعا ايه وين ما بيروح بتلاقي الفرقه غير شكل. رهيب. امبارح يعني الخميس بدق لي الست ماجده بتقول لي ليك بدي منك جملتين ثلاثه كيف كانت الحفله؟ قلت لها ليش لهلا عم تساليني؟ قالت لي لانه بصراحه انا لما جيت مرضت جربت كم يوم وهلا صرت منيحه. قلت لها ايه؟ قال شو؟ احكيني بصراحه بضميرك بوجدانك بحياه امك تحكي لي الحقيقة شو سمعت؟ قلت لها سمعت أجمل حفلة وأمتع حفلة وأجمل غناء وأجمل قصائد، في قصائد أنت أول مرة بتغنيهم على المسرح. قلت لي مزبوط. قلت لها في أمتع منها أنه أنا يجي يوم أرجع أسمعهم على المسرح، لأنه هول كانوا منسيين تقريبا ما بياخدوا فرصتهم، هلأ اضطرينا نرجع ناخدوا. في واحدة منهم ألحان عبد الرب إدريس قصيدة وكلمات الناصر اللي هو خالد بن محفوظ. فهدول الأشياء قعدتهم، يعني مثلا لما بتقولي له وانا
لا أملك أن أختار، الحب قرار والبعد قرار وأنا لا أملك. قلت لها لما قلتي وأنا مرتين لحالهم هول، حسيت قلبي اندلق من صدري على الأرض. أنا قد ما فيهم إحساس، لازم تعرفي أنه المغنى اللي فيه إحساس لما بتغني أنت بتوصل دغري من هون، ما بيفوت على الديني على القلب، لا دغري على القلب يصير. أنا بقول لك أجمل لحظة كانت أني عم بسمعك عم تغني لي قصائد أغلبها مش سامعها قبل إلا بالستوديو بالتسجيل. فهون بقول لك أنا كتري القصائد اللي مش كتير بتغنيها، بدليلي كتير، ما بدنا كل مرة نسمع يا بيروت وكلمات إنه نسمعهم على راسي، بس كمان في شيء ياخد فرصته على المسرح اللي فيه إحساس، خاصة أنه من خلالها لحتى يوصل ولحتى يترسخوا عنها. الأغاني اللي فيها إحساس لازم نعطيها شوية فرصة أكتر، ونبلش نأسس لبروجرام أغاني جديدة ونبلش نقدم شيء جديد للناس اللي بيحبوا طبعا. طيب إذا بدي أفتح هيك هلالين شوي عن حفلة ماجدة، لأنك عم تحكي بشغف عن الأغاني اللي كنت عم تسمعه على القصائد، برأيك جمال ليش الأغاني الفنانين اللي عم يعملون هلأ أو اللي عم بينتفوا بعضهم كرمالهم وبيطلعوا بيعملوا كليبات و... حلو السؤال، ما عم بيضايني يا زلمة، جمعة عم تحترق الغنية. بسيطة القصة، بس الناس يمكن مش منتبه، بس هلا لما نبون حينتبهوا. نحن لما كنا نسمع أغنية لأم كلثوم أو عبد الحليم حافظ أو فريد الأطرش، قديه مدتها؟ باستوديو 20 دقيقة. على المسرح ساعة وساعة ونص، أنا عندي تسجيل لحفلة فكروني ساعتين وعشرين دقيقة. أوكي. يعني 140 دقيقة. كان الملحن كل كوبلي عبارة عن مجموعة ألحان بيعملوا خمس أغاني، يعني الملحن بالغنية الوحدة كان يجيب يستحضر يعمل ما يعادل ألبومين أغاني بغنية واحدة، عدة أفكار. اليوم الملحن بيسمع بيطلع معه جملة تك 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 صارت غنية، بحطها جملة تانية تك 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 صارت غنية، صارت كل غنية جملة. ما هالقد القصة يعني أنه جملة، يعني انه بتطلع بتسمعيها انت ما بتزهقي منها، شو غنيه كلها دقيقتين ثلاثه نفسها جمله وحده بتملل، ملودي وحده فيها خلصت. هي عباره عن اربع خمس موازير خلصوا زهقتي. طب انت عم تلاحظ انه ما عم بيعيشوا؟ ما عم تحكي اسماء انه عم نمل هيدا اللي يعني عم نحكي نوال معليه، يعني معليه بدهم يزعلوا يزعلوا يستفلوا، بس نوال نجوى راغب حتى وائل اغرى غنيه يعني عملها. يعني امبارح عم بسمع، انا صار معي امبارح شغله بتضحك، مرتي قاعده فجاه قامت ترقص، شو بكي؟ طلعت لقيت عم بسمع بالسماعة غنيه لراغب الجديده. طب انا عم بسمع الغنية، غنية حلوة بترقص ما بيرقص، مزبوط. بس انه هي جملتين عم ينعادوا عم ينعادوا عم ينعادوا، استمارة ستة، استمارة ستة، تاري تارا تاتي تارا تاتي تارا تاتي تارا تاتي تاتا تاتا تاري تاتا تاتي تا. هي جملة بترقص، بس انه قديه بتقدر تستوعبيها انت ترقصي على دقيقة اثنين ثلاثة اربعة، انه بيمصطوا فيها الناس. طب كم بتتابع هالقد دكتور جمال؟ بعرف قديه بتتابع وبعرف قديه بتفهم بالموسيقى وكل هول التفاصيل، مين عم يلفتك هالايام غير هيدا الكاليبر يلي نحن ذكرناه؟ عن جد سؤال صعب. اذا بقول لك انه انا بالسياره ما بسمع الا ام كلثوم وعبد الوهاب وبسلطن على غنيه لعبد الوهاب، بقعد اسمعها شهر مثلا، هي ذاتها بضل عيدها. بس هلا انا مسلطن على غنيه لعبد الوهاب، بتمنى اللي ما بيعرفها يكتشفها يجيبها على اليوتيوب، اسمها اقبل السعد. هيدي الاغنيه عملها عبد الوهاب لما اجى الملك سعود على مصر بزيارة أيام الملك فاروق، بعتقد بيغني له أقبل السعد وفهت في مدشو. القصيدة بديعة، اللحن بديع، المغنى بديع. وفي غنية تانية اللي هي الفن من يعرفه اللي عملها للملك فاروق مرة عبد الوهاب، قال له الدنيا ليل والنجوم طلعة تنورها، بيقول له يعني الفن من يعرفه. هدول الأغاني ما كتير ناس متداولين. أنا بقى صار لي شيء تقريبا شهرين ثلاثة سلطن عليهم، بسمع ساعة هاي ساعة هاي ساعة هاي ساعة هاي، بس وبسمع القديم برجع سلطن على فكروني مثلا، على اسأل روحك، على طب بس جمال هول الفنانين اللي أنا عم أقول لك عنهم اللي هن كتار، يعني هلأ ذكرت كم اسم، عاملين نجاحات يا زلمة، عاملين نجاحات رائعة. هلأ بالحفلة لما بروح أنا لأسهر مبسوط بسمع أنا عاملين شو اسمها ريم السواس وسارة الزكريا، تجي نتجوز بالسر، ما أنه مهضومين بعتبروا نكت. لا ما في شيء، ما بتسمعهم بالسيارة بتسمعهم بحفلة هاي سوا. بس أنا قصدي مثلا نوال، عاصي، نجوى، أكيد كل الكلاسي تبعنا، يعني أكيد لما تسمعي عاصي بتسمعي أغاني اللي بغنيهم بالحفلة، بيطلع بغني لك التراث
الراسيات البعلبكيات البدويات. طب ليش ما عم يقدروا ينقوا أغنية تعيش؟ ما بقى في نحن عنا هلا بيزعلوا مني الملحنين كل مرة نفس الكلمة رح ضل أولى. نحن ما بقى عنا ملحنين ملحنين شاطرين، ما بقى في أربعة خمسة بيعملوا كل واحد غنيتين بالسنة وفي 100 مطرب، طب وزعيهم. يعني بلال زين كم غنية بيعمل بالسنة؟ واحدة أو اثنين. سمير جدا صفير مقل. سمير صفير بالسنة غنية وصار له سنتين يمكن ما عمل ولا غنية. يحيى الحسن غنيتين ثلاثة بيعملهم بالسنة بياخذوهم منه المطربين. زياد برجي غنية وتخانقوا عليها، لو واحد عم ينتج كثير بيقول لك غنية راحت خلص بعمل غيرها، لا تخانقوا على غنية. بتطلعي قطعت الكهرباء ببساطة نحن على الهواء. هيك نحن هلا رحنا على الهواء قطعنا. صوتنا اوكي بس يا ماشي بدكم تزيدوا على عجيب دنيا السبعة عجيب الدنيا الثمانية. هي انه انت وعلى الهوا بلبنان بتنقطع الكهرباء. اوضاعنا ككل الشهر الجاي حيرفعوا التعرفة ويصيروا يعطونا كهرباء شوي زيادة، بدنا نتحمل اللي ماري بس اللي جاي على لبنان احلى ان شاء الله. بدنا نعتذر نحن من كل المشاهدين، ما حنتنازل انه لبنان ان شاء الله بده يصير احلى ان شاء الله اكيد. بس خلينا نذكر دكتور جمال بما انه اللي كانوا بالحفلة كان سفيرنا بالرياض وسفير المغرب وصديقنا محمد شرقاوي رئيس محطة ميدليست بالرياض، وكان في عدد كبير من الشخصيات السميعة والرسمية، ما أدري نقول مين، بس كان في ناس مهمة وفي ناس كتير مهمين كانوا عم يحضروا على التلفزيون كمان ناطرين الحفلة، عاملين لهم بس مباشر خاص لهم لأنه ما انبثت الحفلة على المباشر، تصورت وعلى اساس انه بنشوف الوقت المناسب لتنزع هي دونا عن الباقيين. بس هي تصورت سجلت اخراج كميل طانيوس كمان. جمال اخر سؤال قبل ما نشكرك ونشكر وجودك، الاغنيه الجديده اللي عم تحضرها ماجدة امتين يعني رح تشوف النور؟ يعني صار لي 6 اشهر بقول هاليومين وهالجمعتين بدها، هي مصره. انا سالتها ما بعرف اذا انتبهتوا، سألت الغنية قالت لا تتصور مننزلها، كنا عم ندردش معك لانه من وحي الكلام بيطلع كليب بتصور كثير مهم. على كل حال مثل ما ذكرت لنا من شوي اني تايم بيكون وقتها لهيدي الاغنيه اكيد، فبدنا ندعي لها بالخير اكيد. الماجده بنحبها كثير وبدنا نشكر وجودك معنا. شكرا لانه كل مره بتسافر بترجع لنا مع كل التفاصيل. الجمعه الجايه رايحين على القاهره ورح نعمل كمان مهرجان الاغنيه العربيه بدار الاوبرا، حنغطي لكم راغب وعاصي ورامي عياش ونحن رح نكون ناطرينك بالرجعه ان الله رح